أيقونة الشعانين. الأيقونة التي أمامنا تمثل حادثة دخول السيد إلى أورشليم. كلمة شعانين مشتقة من الهتاف وصلنا في اليونانية أو هوشعنا في الآرامية بمعنى خلص يا رب. وقد اعتاد الشعب اليهودي أن يهتف هكذا في عيدين، عيد المظال وهي ذكرى الإقامة في البرية 40 سنة، وعيد الفصح وهو الخروج من مصر وعبور البحر الأحمر. وكما تقول تروبارية العيد: أيها المسيح الإله، لما دفنا معك في المعمودية استأهلنا بقيامتك الحياة الخالدة، فنحن نسبحك هاتفين وصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. إن الأناجيل الأربعة تسرد رواية دخول السيد إلى أورشليم، مما يدل على أهميتها في العمل الخلاصي. شرح الأيقونة. يبرز السيد في وسط الأيقونة راكبا على حمار، وعلامات الحزن تغمر محياه لأنه منطلق إلى آلامه. حزنه لا ينبع من خوفه من الموت، لأنه ذائب إلى الموت باختياره، بل من قساوة القلوب التي رفضت رسالته، حيث يقول قنطاق العيد: يا من هو جالس على العرش في السماوات وراكب جحشا على الأرض، تقبل تسابيح الملائكة وتماجيد الأطفال هاتفين إليك أيها المسيح الإله، مبارك أنت الآتي لتعيد آدم ثانية. كما نرى أن رأس المسيح محاط بهالة من نور كتب عليها 3 أحرف يونانية، أي أنه أنا الكائن الذي لا يستمد وجوده من أحد، له بدء في ناسوته، لكن بصفته الإلهية لا بدء له، ولم ينفصل لحظة عن جوهره الإلهي ضمن الثالوث الأقدس. الموكب الذي نراه في الأيقونة ينقسم إلى فئتين: فئة التلاميذ الذين يتبعون السيد وقد اعتراهم الخوف والدهشة والفرح في آن، والفئة الثانية الشعب المؤمن الذي من جهة أولى حمل سعف النخيل دلالة على النصر والظفر، ومن جهة ثانية فرش ثيابه على طريق المسيح لتتقدس بمروره عليها. ويذكر الإنجيلي لوقا: تدأ جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا. وأما يوحنا الإنجيلي فيفسر قائلا: فعلم جمع كثير من اليهود أن يسوع هناك، فجاءوا ليس لأجله بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. وهنا يتضح لنا ارتباط عيد الشعانين بقيامة لعازر الذي من بيت عنيا. هذه المعجزة قوت شعبية يسوع ومهدت لهذا اللقاء الحار واحتشاد الجماهير. كما نرى على يمين الناظر للأيقونة فئة ثالثة تتألف من أشخاص يلبسون قبعات على رؤوسهم، وكأنهم يخرجون من باب سور مدينة أورشليم التي تتجلى في الأيقونة بقببها وهيكلها. هذه الفئة تمثل فئة الفريسيين القلقين أمام تلك المظاهرة الشعبية،
حيث ذكر الإنجيلي لوقا أنهم طلبوا من المسيح قائلين له: يا معلم، انتهر تلاميذك لكي يسكتوا، حيث أزعج هذا الهتاف ضمائرهم لأنهم فهموا الرموز ولم يستسلموا للإيمان. لقد اغتاظوا غيرة وحسدا لأنهم يريدون احتكار التعليم والسيطرة. أما جواب المسيح فكان بغاية الحكمة واللباقة: أقول لكم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ونرى في الأيقونة أمام حيرة التلاميذ وأمام رياء الفريسيين الذين باشروا بتدبير المكيدة للتخلص من يسوع، تنتصب الطفولة البريئة في أعلى الشجرة لتشاهد مرور السيد. لم يذكر أي إنجيلي أن طفلا ما كان متسلقا شجرة على مثال زكا لكي يشاهد المسيح، لكن الأيقونات كلها ترسم طفلا كهذا، مما يثبت أن التقليد يبرز الأطفال في هذا النهار، حيث أن الأطفال يعشقون مظاهر الفرح محاولين رؤية المسيح، وهي دعوة من المسيح إلى البالغين أيضا: دعوا الأطفال يأتون إلي. فأحد الشعانين هو أحد الفرح، هو صورة مسبقة لفرح القيامة الحقيقي، حيث يدخل الرب إلى أورشليم السماوية. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب أشرق عليك. فالمسيح يدشن في هذا النهار مملكة السلام، والمسيح لا يفرض نفسه على أحد، يمر أمامنا ونحن نختار إما مملكته وإما ممالك الدنيا.